هذا سائل يقول إنه هاجر من قرية ينتشر فيها الجهل والأمية وذهب إلى بلد ينتشر فيها الجهل والأمية الأمية نعم وذهب إلى بلد آخر فيه علماء فتعلم التوحيد والسنة ثم لما عاد إلى قريته ليعلم الناس يقول وجد أن والده قد توفي وقد كان مشركا بالله شركا أكبر لكنه كان أميا جاهلا ولم ينبهه أحد سؤاله هل يجوز له أن يرثه وأن يصلي على قبره؟ لا يعامل معاملة الكفار لأنه مات على الكفر في الظاهر يعامل معاملة الكفار وأما في الآخرة فالله أعلم بحاله إن كان أنه ما بلغته الدعوة ولا فهذا يعتبر من أصحاب الفترة أصحاب الفترة الذين يبعث لهم نبي يوم القيامة ادعوهم إلى الله فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار يعتبر من أهل الفترة إذا كان ما بلغ شيء نعم ولكن نحن نعامله معاملة الكافر لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يستغفر له نعم